السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في يوم جميل وحلقة جميلة وأجواء عيدية جميلة من هنا من أمام شاطئ الستين في مدينة المكلا. راح نضحك مع الأطفال وندردش معاهم مع الكبار والصغار وراح نعطيهم جوائز زي ما شفتوا في الحلقات الماضية، فخليكم معنا. وما زلنا متواصلين معاكم وهنا معنا بنوتة أمورة الشطورة. تعالي يا من اسمش؟ آيات. آيات من وين يا آيات؟ من اليمن. من وين من اليمن؟ من المحملة. من المحملة. ما شاء الله يا آيات، تغسلتي ولا ما تغسلتي؟ طيب اليوم ما بارد ولا حار؟ بارد شوي. بارد شوية. شوية بس. شوية. ولا طيب تغسلتي هو عيد؟ عادي. ما رحتوا في البلدة تغسلتوا مع الأهل؟ رحتوا كلكم في البلدة؟ لا ما روح إلا دحين أخوي شالني. يعني ما روحتم في البحر طول إلا دحين بس؟ لا مرتين بس. مرتين روحتوا بس البحر طلع لموني. طيب يا آيات، بغينا أنشودة حلوة منش وبنعطيش جايزة. الحين كلهم الناس يشوفونش وتقولي لهم بغوا أنشودة منش. أفضل شيء أنشودة. يلا أديها. يا ليلي يا ليلى وش بك مشكلك يما، مو قالولي ليلى صغير في قلبي غمة، حب نطير وطير الفور حب نقصولي جناحك، ولي ذكراني مخلوق منك طالب اسماحك. تابعين أطفال مواهب ولا تابعين ما من قناة أنت في التلفزيون؟ تابع أطفال مواهب. وطيور الجنة؟ تابعينك ما؟ ومن غنية حافظتها حقهم تعيبك؟ ما حافظة شي بس راحت امتسحت القناة. راحت امتسحت حق طيور الجنة وأطفال مواهب عادها؟ بس امتسحن عندنا كلها. امتسحن، متى حافظتي حقهم؟ طيب خلاص الحين بنعطيك جائزة، بغيتي جائزة ولا ما بغيتي؟ لا خلاص الجائزة أنا وياك. لا رياض نقسمها أنا وياك. اسمك من قلتي لي؟ آيات. آيات، طيب يا آيات بنعطيك جائزة، هذه الجائزة مقدمة من قناة حضرموت. ليش أنت حق العيد عيدية؟ قولي لهم باي قناة حضرموت. باي. يومني نحبكم. يومني نحبكم. هنا معنا احد امن خفر السواحل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا عن اسمك. حمزه محمد المزروعي. طيب يا حمزه، كيف شفت الاجواء العيديه اليوم مع فرحه الاطفال من هنا من شاطئ الستين؟ والله الاجواء حلوه كذا واجواء طبيعيه يعني. يعني اجواء حلوه مع العيد والبلده. ايوه مع العيد والبلده كذا والناس فرحانه ومع العيد. ايوه طيب، تهني بغينا تهنيه منك. تهني من بمناسبه العيد؟ نهني اللواء الركن فريس المين البحسني، ونهني كل من هو عزيز وغالي علينا، وكل من هو الاهل والبيت والاسان. نهني الكل يعني وكل المشاهدين. كيف حالك؟ بخير. من اسمك؟ ندى صلاح باهي. ندى، طيب يا ندى، كيف شفت العيد والاجواء اليوم؟ زين. يعني خرجت البحر تغسلتي ولا لا؟ لا. ولا ما خرجتي؟ بتملين. يعني انت الحين بلبس العيد ما بغيت تغرين العصر. طيب عيد وبلده، رحت البلده بس متى رحتوا تغسلتوا؟ البارح رحتوا. طيب انا ده عندي انشوده حلوه تقدمينها للناس، كلهم يشوفون ايش بوش تنشدين انشوده حلوه. يلا اعطينا انشوده. حبيبي بالبنط العريض والي واقرب من وريد، حالتي تتشخص قلوب بالوحيد ولا بك شريد، حوالى أوسطك ما طول أوسطك، حالتي تتشخص فنون بالوحيد ولا بك شريد. لقيت الطبطبة. تعيب ايش الغنية هذي؟ وين سمعتيها؟ سمعتها في التلفون. تلفون أهلي يلصونها يوميا يعني كل يوم تسمعينها ولا عادي؟ كل يوم. كل يوم عيبت يعني. طيب منتي حافظتها كاملة ليش؟ أصلا ما تحفظتها يعني تسمعينها بس. بنعطيك جائزة الحين حلوة، هذه الجائزة ليش يا ندى من قناة حضرموت الفضائية. شكرا ليش، قولي لهم من العايدين كل سنة طيبين. العايدين كل سنة طيبين. باي. ما زلنا متواصلين معكم أعزائنا المشاهدين ومعنا البنوتة الحلوة الشطورة. من اسمك؟ أمل. من؟ أمل بن قربان. أمل، طيب يا أمل كيف شفت العيد؟ من وين أنت يا أمل؟
أنا من الحضرموت. من وين حضرموت؟ من القطن. من القطن. طيب يا أمل، كيف شفت العيد بين القطن وهنا؟ والأفضل. إحنا عايشين هنا، هنا أحلى. عايشين هنا يعني، بس أصل أهلش هناك في القطن. طيب ما تروحون العيد عند الأهل هناك في القطن؟ إلا نروح. تروحون متى؟ كم في أيام في العيد؟ أروح أول يوم بعض الأعياد. بعض الأعياد. دي العيد ما رحتوا؟ لا ما رحت. ليش ما رحتوا؟ هم جاوا عندنا. هم جاوا عندكم هنا. طيب عيوبهم العيد هنا ولا ما عيوبهم؟ عجب. عجبهم. والأفضل أنت تشوفينه عيد القطن ولا عيد هنا؟ اثنينهم حلوات، بس أحلى هنا نتمشى، هناك ما نتمشى. ما تمشون هناك، ماشي كما منتزهات وكذا. طيب بغينا منش يا أمل أنشودة حلوة، لأن كلهم أهل يشوفونش على الشاشة، بغى أنشودة منش. حافظة شي أنشودة؟ تابعين وامن قناة؟ إيش متكسكة؟ أطفال مواهب وطيور الجنة، ما تتابعينهم؟ تابعينهم. طيب أعطينا أنشودة يلا. خصيصاً شو حلوين عم بيدوروا حول أم ممدونين، شربوا مي قالوا خي عم يتخرجوا هن ممنونين، ما بيخافوا لالا شو ما صار لالا، أو من حولهم وحولها ممنونين. منتي حافظتها قيم؟ نصها بعد. أه؟ بس نصها. نصها بس. طيب الآن بنعطيك جائزة، هذه الجائزة مقدمة من قناة حضرموت الفضائية لشي أمل. شكرا لشي. الآن أمش تشوف إيش بغيت تهنينا، ما تحبين أمش؟ اللحم. وتقولي لا أمش وأبوش تشوفوني. أنا عيد سعيد أقولهم كل يوم. قولي له منين حبكم؟ أنا أحبكم من كل قلبي. شكرا ليش ومن العايدين. معنا البنوتة الحلوة الشطورة الأمورة، من اسمش؟ مروة. من وين يا مروة؟ من هنا. من وين هنا؟ هم مدارينا ندي. من المكلة. طيب من وين من المكلة؟ مكلة عند مسجد تقوى. من مدرسة؟ مدرسة سمية. من عند مدرسة سمية. طيب يا حلوة، يا معش انشودة حلوة؟ أيوة. طيب أعطينا انشودة. أنا كلمة لو تنساك لكن ذكراتي راجعني، أنا أحبك وأشوفك لينا لحين وحين. أنا كل ما لويت انساك لكن ذكراتي راجعني، أنا أحبك وأشوفك ليني الحين. بس ما أنت حافظتها كاملة. طيب أنت قلتي معي انشودة كاملة حافظتها؟ هيدي بس حافظ. هيدي بس. طيب الحين بنعطيك جائزة، هذه الجائزة مقدمة من قناة حضرموت الفضائية لشيء حلوة. من اسمك قلتي؟ مروة. طيب يا مروة، داي أمي شلان وأهلش كلهم يشوفونش على الشاشة، وتقولي لهم والناس كلهم يشوفوني اليوم العايدين. بالعايدين. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. أول شيء عرفونا عن اسمكم. خديجة وليد بحبارة. خديجة. شيخة منير بحبارة. شيخة، تعال انت يا حلو تعال. ما تعرف؟ كيفك؟ من اسمك؟ ريان. من؟ ريان. ريان، ما شاء الله ريان حلو. وانت من اسمك؟ عوض. عوض. اسمي عفوري. من؟ عفوري. جعفر. سعيد. 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 عبد الله. طيب معكم منشودة حلوة بتقدموها مع بعض أو تهنية تهنون؟ وما معكم بالضبط؟ تهنية. قولوا من العايدين كل سنة طيبين على الشاشة. يلا مع بعض بس، ها يلا واحد. معنا البنوتة الأمورة، من اسمك؟ نورة. طيب يا نورة، معش مشاركة حلوة كده أو تهنية؟ الآن أمش كلهم الناس يشوفونش على الشاشة، وتقولي لهم ها؟ وتقولي لهم أمش وبوش والناس كلهم يشوفونش في الشاشة الحين، وتقولي لهم من العايدين. العايدين. طيب حافظة شيء انشودة حلو، بغينا انشودة. حافظة شيء انشودة يلا اعطينا احنا. ماما يا ماما يا نور العيون، حبك في قلبي قلبي مهموم، من دون هذا الحياة من دون ماما يا ماما يا نور العيون، حبك في قلبي مهموم. تحبين امش انت؟ ايش تقولي لها الحين تشوفش؟ قولي انا نحبش. احبش. يا زينه
ما نحبش. قولي لنا ابوش. ابوي كمان نحبه. قولي له نحبك. انا نحبك. قولي لهم العايدين. العايدين. باي باي. وهذه الجائزه مقدمه من قناه حضرموت الفضائيه لنشيا نوره. شكرا لك. احمد. من وين يا احمد؟ من شحير. من شحير. طيب جيت عشان العيد هنا او من اول كنت موجود في المكلة؟ لا عشان العيد. من امس كنت في المكلة او دحين عادكم اللي جيتوا؟ دحين عادنا جيت. دحين عادكم اللي جيتوا. شفت العيد كي حلو هنا ولا في شحير افضل؟ في شحير. في شحير افضل. افضل من هنا؟ وهناك يسوون لكم في شحير. نجلس نلعب مع اصحابي. نجلس نلعب مع اصحابي هنا. طيب ماشي عندكم حفلات فعاليات حق العيد؟ ما يلاقون حفلات زي هنا؟ مسارح. ماشي مسارح وحفلات. طيب عندك تهنئة أو أنشودة حلوة؟ ها؟ أنشودة تعرف تنشد؟ متى حافظت يا أناشيد؟ تتابع قنوات أناشيد؟ تعين الكاميرا عشان يشوفونك. يلا بانا تهنئة الآن أهلك وكل الناس يشوفونك على الشاشة وتقول لهم بمناسبة العيد. عيد مبارك. أمك دحين وأبوك وكل الناس يشاهدونك وتقول لهم بمناسبة العيد. العايدين كل عام أنت طيب. العايدين وقول لهم كل عام أنت طيب. تحب من أمك الأكثر أو أبوك؟ أمي. تحب أمك الأكثر. ما شاء الله ولد حبوب يستاهل الجائزة. هذه الجائزة مقدمة من قناة حضرموت الفضائية لك يا حلو. من عرفنا عن اسمك؟ أحمد إبراهيم بصميدي. أحمد إبراهيم؟ بصميدي. بصميدي. أحمد إبراهيم بصميدي. هذه الجائزة مقدمة من قناة حضرموت الفضائية لك يا أحمد وشكرا لكم العايدين. روان. من وين يا روان؟ من صنعاء. جيت لهنا زيارة وجد عم نقطع جوازات بنسافر السعودية. هناك بتسافرون للسعودية. طيب كيف شفت الأجواء المكلة اليوم؟ حالي اليوم حالي. طيب بال أفضل المكلة ولا صنعاء؟ المكلة وصنعاء حالي. لا يات الأفضل. المكلة. ليش المكلة؟ صنعاء ما يسوون فعاليات بمناسبة العيد؟ في بمناسبة العيد يعني يصلوا في الخارج وإحنا نصلي مع جده وأبي من أول في الشارع. دحين خلاص دحين عيدتوا اليوم هنا. ما يسوون شي حفلات وفعاليات يخرجون تمشون؟ كان إحنا يعني بعد ما نكمل نصلي العيد بنمشي. طيب. يعني بنخرج وبنصبح وبنخرج. طيب تهنين مين بمناسبة العيد الآن؟ الناس كلهم يشاهدون. إيش تهنين مين بمناسبة العيد؟ أهني أمي، أبي، أخواتي اللي في البيت، وجدتي وعمي اللي في البيت، وعمي عاد اللي في السعودية اثنين، وعمتي اللي في السعودية، وكل الناس بتمنى لهم الخير. طيب الناس الحين يشاهدون. إيش عندك أنشودة حلوة بسيطة صغيرة؟ أيوة. يلا هديها. يا ليلي ويا ليلو وبش بش بشكيلك يما حبو طير طير الفو حبو كسونك ناحي قولي تكروني محنو دين 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 دين. انتي حافظتها كاملة؟ ايوه. طيب امش تحن تشوف وشاش تقولي لها وبوش كلهم يشوفوني؟ انا احبك امي واحب ابي واحب اخواتي. كلكم تحبونهم؟ ايوه. شكرا ليش هم العايدين. والآن معنا البنوتات الأمورات الشطورات والأولاد الأمورين الحلوين. نبغاكم كلكم مع بعض تقولون من العايدين وكل سنة وانتم طيبين. يلا واحد اثنين ثلاثة. من العايدين وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.